أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. مثل ما بتعرفوا طبعا اليوم ضيفنا الأخ العزيز محمد كريم العبيدي. وبصراحة الأخ محمد كريم العبيدي هو من أول الضيوف في برنامج الجهر بالإلحاد، كانت بدايات البرنامج. خلونا نرحب فيه بالبداية. أهلا وسهلا فيك أخي كريم. أزول، أهلا وسهلا، أهلا أزول وسهلا. أزول جون جون، نه ذكرني اسمك، لأن عندي مشكلة راو دائما في الأسماء. ولا يهمك، جان جان. الأسماء الجديدة اللي أول مرة أسمعها لازمني أشهر لكي أتعود عليها. جان جان جي اي جان جان ايوه جان. جان جان. أوكي، على كل من أصدقائي، يعني نحن بموضوع الأمازيغ والأمازيغ عبر التاريخ. بصراحة يعني أنا كشخص سوري، يعني أنا لم أسمع بالأمازيغ إلا بالفيسبوك، ولما صار عندي أصدقاء من تونس والجزائر، المنطقة المغاربية اللي بيسموها. فشفت موضوع كثير مهم، وقلت ما لي غير أخوي كريم هو اللي ممكن يعني يشرح تاريخ الأمازيغ بكل سهولة، يعني لأنه هو أمازيغي. أخي كريم، الميكروفون معك والمحاضرة معك، تفضل ويعني أفدنا مثل ما نقول، أفدنا من هذا الكنز اللي عندك، تفضل. أهلا وسهلا بك أخ جان. جان، نطق صحيح؟ أوكي. اليوم باش نحاولوا نتكلموا حول الأمازيغ عبر التاريخ. طبعا كالعادة يعني درتشة تكون طبيعية جدا وما غير تحضيرات، واللي يحب يبحث يمكن أن يرجع للمصادر. أنا مانيش باش نحط لكم المصادر كلها يعني قدامكم، وباش نحاول معناتها نعرف خاصة لأهل الشرق اللي ما يعرفوش من هم الأمازيغ، لأن راهو مش الأمازيغ فقط، كثير من الشعوب يعني تم اضطهادها وتم اضطهاد حقوقها ولا تعرف، وكل واحد معناتها عايش في منطقة معينة وجمعونا تحت ما يسمى رايه الإسلام والعروبة، ومحاو شخصيتنا وإنسانيتنا ووجودنا في هذه الحياة. أنا سوف أتكلم بطريقة ارتجالية، ولو هناك أسئلة من طرف الأخ جان أو المشاهدين أنا يمكن أن أجيب على هذه الأسئلة لو كان عندي طبعاً علم. أو حتى إحنا شعوب شمال إفريقيا ما نعرفوش، مع الأسف الآن أغلبيتهم ما يعرفوش اللي هما أمازيغ. لهذا أنا باش نحاول في هذه الحلقة، وسوف تكون حلقات أخرى في المستقبل في برنامج الجهر بالإلحاد، حول الأمازيغ وثقافتهم ومعتقداتهم ودياناتهم وكل ما يخص الأمازيغ عبر يمكن 4-5 حلقات في المستقبل. المهم، أنا حبيت نتكلم في الأول حول ملخص ما يسمى بظهور الإنسان. احنا نعرف ان الإنسان علميا الآن ثبت انه ظهر في إفريقيا، يعني فكرة الدين. واحنا في قناة الجهر بالإلحاد لازم دائما نتطرق للدين، اللي هو مهم، اللي يحمل أساطير وخرافات آدم وحواء ونزول آدم في الهند ونزول حواء في مكة وسفر آدم إلى مكة والتعرف على حواء في عرفات وغيرها من الأساطير والخرافات الذي نؤمن بها مع الأسف، واللي هي سبب التخلف متاعنا، اللي كل الشعوب صنفت هذه القصص أساطير إلا شعوبنا يعتبرها حقيقة مطلقة وإنها وحي إلهي. هنا أنا أتعجب وأتساءل، يعني آية قرآنية تتكلم على آدم وحواء، واللي الآن العلم سواء بالأديان سواء بالشكل البشر سواء باللغات، كلها الدراسات أثبتت أنه لا يمكن البشرية أن تنزل من رجل وامرأة. لو أخذنا الآن رجل وامرأة وحطيناهم في القمر أو في المريخ، بعد 4-5 أجيال يحصل لنا تشوه واندثار.
إذن هذا الفكر الديني أو الفكر الخرافي الذي يعتقد فيه الشعوب متاعنا هو من أحد الأسباب التخلف متاعنا. بينما العلم الآن بالأدلة العلمية أثبت أن الإنسان ظهر في إفريقيا وعبر ملايين السنين. احنا ما نش ندخل في التفاصيل، ولكن حبيت نقول اللي معناتها الإنسان العاقل اللي همنا هوني اللي احنا معناتها ننزل منه مباشرة، والذي اختلط بأنواع من البشر الأخرى، ظهر منذ تقريبا 200 إلى 150 ألف سنة في منطقة في شرق إفريقيا اللي هي ناحية إثيوبيا والصومال والسودان. وهذا الإنسان بدأ ما يسمى بالهجرة، وأول هجرة قام بها هذا الإنسان يعني هو نحو الشمال، نحو الشمال على ضفاف النيل. وعندما وصل إلى منطقة معينة انفصل هذا الفرع، ومن عرشنا الأخجان نجم نحط الصورة أم لا، لا أدري كيف أضع الصورة، ما نش نسمع فيك. الصورة في عندك علامة خضراء، أو بالبداية بتحطها عن الصفحة عندك، في علامة خضراء سهم على إيدك اليسار، تضغط عليها تسوي لها شير سكرين. اي من بعد ان ابحث على الصوره، لازمني نحلها الصوره قبل. عذرا خاطر انا اول مره استعمل هذا الشيء. ولا يهمك. هاي الصوره. اوكي سامحونا، اما ما تقلقوش، احنا كما نقولوا هاي الصوره باهي. هذه هي الصوره، تشوفوا فيها الصوره الان. تمام. اذا هذه الصوره تبين ما يسمى بهجره الانسان العاقل من شرق وجنوب افريقيا نحو بقية إفريقيا. فما هناك سهم طلع إلى ناحية مصر، وسهم ذهب إلى نحو ما يسمى غرب إفريقيا وما يسمى بالصحراء الكبرى. في ذلك الوقت قبل 150 ألف سنة، الصحراء الكبرى أو الصحراء الشمال إفريقية كانت غابة كثيفة، وكانت فيها أشجار، يعني ما كانتش معتها صحراء قبل أن تتصحر، لأن التصحر وقع منذ تقريبا 5000 سنة، يعني حديثا جدا. فهذا التنقل لما يسمى بالإنسان العاقل انتقل إلى مصر. ولهذا نعود إلى مسألة جدا مهمة تقال يعني في التراث، لأني أنا اعتمدت كثير على التراث الموروث الذي هو عنده بعض من الحقائق، ويمكن عنده أدلة تاريخية. عندما نقول مصر أم الدنيا، ليس صدفة، لأن بداية تنقل الإنسان من جنوب إفريقيا نحو مصر، من هناك بدأ ما يسمى بتكون ما يسمى العالم الحديث. نسكر الصورة، أغتيلو بتختاج باش نرجع للواحد. إذن عندما نقول مصر أم الدنيا، ليس صدفة، لأن الإنسان المتنقل ينتقل ويتعلم ويكسب تجارب جديدة، ويلتقي بأنواع أخرى من البشر قبله، ويأخذ منه، نعرفه أحنا الإنسان الماهر اللي كان سابق الإنسان العاقل، طور استعمال يديه وطور الأدوات وأصبح أكثر، معناتها أصبح متطور. وهذا الإنسان العاقل أخذ منه ذلك الخبرة، يعني لا شيء يضيع، كل شيء يندمج. أنا لا أريد أن أطيل في مقدمة التطور الإنساني، أما اللي حبيت نقول إن الهجرة هذه اللي وقعت نحو مصر، ثم جانب منها اتجه نحو الشرق الأوسط، ومن الشرق الأوسط عمر كل آسيا إلى أمريكا، وجانب آخر اتجه نحو أوروبا، وجانب طبعا بقى مستقر في الشرق الأوسط. أما الجانب الآخر اتجه نحو شمال إفريقيا، ومن هناك كان السكان الأصليين لشمال إفريقيا.
وهناك فرع انتقل من الجنوب يعني من الشرق الجنوبي وانتقل نحو ما يسمى بالصحراء الكبرى. إذن هنا قبل يعني ظهور الحضارات يعني الإنسان ارتبط بالأرض وتعلم العادات وكون ما يسمى باللغات اللي موجودة الآن، لم تظهر هكذا صدفة، لأن المناخ هو الذي يؤثر على طريقة النطق ويؤثر حتى على شكل الإنسان، ومن هنا بدأت تتكون الشعوب وبدأ نوعا ما العيش حول ما يسمى نقاط المياه خاصة الأنهار أو البرك. ثم الإنسان تطور وأصبح يستعمل الصيد، ثم ظهرت ما يسمى بالزراعة وبدأت تتكون القرى الصغيرة، قرى الصيادين والقرى الفلاحية، وبشوية بشوية كل شعب كون الخصوصية متاعه يعني الخاصية متاعه اللي تختلف على الآخر. وهذا يعني من حسن الحظ معناتها احنا كبشر ان معناتها مختلفين، كل واحد ينقل التجربه نتاعو للاخر. ولكن هذا الوضع مع الاسف مع تطور الانسان والانانيه الذي ظهرت عند الانسان وظهور ما يسمى بالمدن الكبيره وظهور الكتابه واحتكار العلم والمعرفه، سبب ان بعض الشعوب وخاصه مع الاسف شعوب الشرق الاوسط بدات تفكر فيما يسمى بالغزو والاستيلاء على الآخرين، وما يسميه الآن احنا بالفكر الإمبريالي، والذي مثلا شعب من الشعوب يحس نفسه انه خير من الشعوب الأخرى واحسن من الشعوب الأخرى ويريد ان يمحي بقية الشعوب. إذن هذه هي معناتها تقريبا الفكرة بصفة عامة. حبيت نركز على مسألة أخرى هي مهمة جدا قبل ما ندخل في مسألة الأمازيغ وتاريخهم، هي مسألة ما يسمى بالعرق الخالص. ليس موجود فكرة العرق الخالص أصلا، حتى اللي توا مثلا يروجون لفكرة إنه الأديان وإن هذا شعب عريق وهذا شعب مش عريق، هذه أفكار خاطئة وأفكار عنصرية ليس لها أي أساس من الصحة. صحيح فما مناطق بعيدة جدا تكون نسبة العرق ما يسمى بين قوسين الخالص مرتفعة، بينما منطقتنا احنا خاصة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط والمنطقة الوسطى هذه اختلطت الشعوب، لأن كانت هناك الحروب، كثير من الحروب، وكان استعمال العبيد والعبد كان يعتبر من أهل الوطن. ولا ننسى شيء آخر، إن الذي يشارك في الحروب هما أغلبهم الرجال. إذن احنا وتنتكلم على الأديان واللي يفهم الأديان يعرف ان الأديان وتنجي مثلا انا نحلل الدم متاعي ما يقوليش انت 100% امازيغي او 100% كردي، لا، يقول لك عندك نسبه كذا وكذا فهمت امازيغي، ولكن عندك 10% حاجه اخرى و20% حاجه اخرى و30% حاجه اخرى، يعني ماكش عريق، مستحيل تكون عريق. ما فهمش الاختلاط موجود من أول التاريخ مع الحروب، والمرأة كانت مرتبطة بالأرض وبالثقافة وباللغة، فكانت الشعوب الغازية حتى عندما تحتل بلد المرأة تحتويهم، خاطر هما مش باش يجيو بالنساء متاعهم، باش يجيو رجال وحدهم وباش يستقروا هما بيدهم، المستعمر يصبح صاحب الوطن بعد أجيال وأجيال. يعني تلقى شعوب غزت شعوب أخرى، أو مثلا نشوف جنوب أمريكا، جنوب أمريكا رغم اللي ما عندها حديثا يعني عندها الحكاية 200 سنة 300 سنة 400 سنة أو 500 سنة، يعني الشعب الإسباني أو الإنجليزي أو غيره اللي احتل جنوب أمريكا الآن مختلف كليا على الإسباني، وهو يقول لك أنا مانيش إسباني، مانيش إسباني حتى طبيعته، لأن التقاليد رغم اللي ما عندها الغرب حاول معناتها أن يمحي الهنود الحمر، لكن طبيعة الهنود الحمر الآن موجودة في الشعب المستعمر. إذن أرجو أن تبتعدوا على فكرة الشعب الخالص والعرق الخالص، ومعناتها هذا معناتها كلام زايد وما عنده حتى قيمة. الثقافات والشعوب لا تعرف بنوع الدم متاعها ولا بشكلها، الشعوب تعرف بثقافتها بفكرها طريق تعاملها بأنواع لباسها بأنواع أكلها، وهذا في الحقيقة ثراء إنساني
لا يجب القضاء عليه. طبعا تجد مثلا كثير من الشعوب، مثلا الاستعمار العربي الإسلامي أراد أن يقضي على الأمازيغ، وأراد أن يقضي على الأكراد، وأراد أن يقضي على الفرس وغيرهم من الشعوب، ولكن لم يتمكن ولن يتمكن. فما قول لفيلسوف ألماني، ونعطيك الكلمة، فيلسوف ألماني يقول لك: من حسن الحظ إن الأرض متاعنا مقسمة بأنهار وجبال، ولكن من حسن الحظ أيضا الإنساني إننا نختلف في اللغات والتقاليد لكي لا تطغو، لا يطغى الشعب على كل الشعوب. يعني حتى ولو أنت تتجاوز نهر وتحتل شعب، ما تنجمش تقضي على لباسه وماكلته ولغته، ما تقدرش. تفضل آخر. أنا هون عندي سؤال أخي كريم، يعني الله خلينا لما نقول الغزو الإسلامي العربي دخل مثلا، خلينا نقول فلسطين، لبنان، سوريا، يعني ما بنعرف شيء عن الفينيقيين، يعني كلغة موجودة حاليا، برأيك إذا ما بقدروا يعني موجود في العرق، أكيد العرق موجود، ولكن اللغة، الثقافة، هل بقي منها شيء برأيك؟ لا، في الحقيقة الغزو العربي الإسلامي استطاع أن يقضي على كل ما هو قريب إليه. طيب مثلا كما سوريا ولبنان وفلسطين والعراق استطاع، لأنه قريب جدا، قريب جدا. حتى مصر استطاع أن يقضي على الثقافة الفرعونية، استطاع أن يقضي على، رغم اللي هي شامخة في التاريخ. يعني هو لو استطاع ان يهدم الاهرام لهدمها. لكن فما مناطق اخرى كما مثلا الفرس استطاعوا ان يحافظوا على وجودهم، او غيرهم من الشعوب، او الاتراك. الاتراك يعني حديثا يعني استطاعوا. والامازيغ رغم الغزو الاسلامي ورغم محاوله محو وجودهم كليا، ما زالوا متمسكين. احنا نقولوا ازول، أزول هي السلام الأمازيغي، يعني قريب من القلب أو قريب من النفس، لأن يعني كل شعب عنده تحية. مثلا العرب كانوا في حروب، إذن يقولوا حللت أهلا وأتيت سهلا، أهلا وسهلا، يعني لأن يعرف كان واحد ما يعرفوش يضربه بفلاش ولا يقطع له رأسه بسيف. احنا لا، احنا عندنا معناتها يعني أنا ارتحت إليك. أزول يعني قريب من القلب، قريب من النفس، أنا ارتحت إليك، أهلا وسهلا. نفس الشيء كل شعب عنده الواحد بتاعه. احنا عندنا قولا نقوله: أزول ولن نزول. يعني رغم كل المحاولات لإزالة اللغة والثقافة والتاريخ الأمازيغي، 1400 سنة يعتبر الشعب الأمازيغي يعني قاومة المستعمر 1400 سنة، حتى الشعب الكردي نفس الشيء. فهمت؟ رغم اللي احنا كما قلت انت، انا مثلا نفس الشيء لم اسمع على الشعب الكردي لما عندما ذهبت للشرق، وانت لم تسمع على الامازيغ. لماذا؟ لان المستعمر يريد ان يوحي اليك ان الاخر عربي. انت ككردي في منطقة كردستان تعرف نفسك كردي، وتظن شمال افريقيا، وهذا خطأ يوقع فيه الاخوة في الشرق مع الاسف. يعني يجي يحكي معايا ولا في المقابلة، وهذا لازم تنتبه إليها، لأن تعتبر يعني من مخلفات الإسلام العروبي والإسلام. يجي يقول لي مثلا، يجي حتى بشي يسلم: أهلا بالشرق الأوسط والإخوة العرب أو الملحدين العرب. أنا مانيش عربي أصلا، تقول لي ملحدين عرب ولا دينيين عرب، شو دخلني أنا يعني؟ تسلم على الناس الكل وما تسلمش علي أنا؟ بالضبط. هو بتذكر كنا اطفال بالمدرسه، فكان وقتها الحزب البعث حاكم حكم مطلق يعني، فالجزائر لما تحررت البعثيين بعثوا لهم تقريبا يمكن 1000 مدرس لغه عربيه فقط، انه الجزائر بما انه فرنسا كانت ماشي عليها يعني اللغة الفرنسية والثقافة الفرنسية، فسوري البعثيين بعثوا لهم 1000 أو أكثر من 1000، الرقم ما عاد تذكره كم، بالقال أكثر من 1000 يعني مدرس لغة عربية فقط لحتى يرجعوا لهم الثقافة العربية. يعني للأسف أي كأن إحنا عرب. تعرف عملية التعريب الذي وقعت بعد هذا، ما عاد نحكيه فيه مرة أخرى، بعد الاستقلال بين قوسين، خلينا ليس استقلال،
معناتها أكبر مما وقع في 1400 سنة. يعني في الحقيقة عربونا وجهلونا، ليس عربونا فقط، لأن 1400 سنة الأمازيغ رغم أن هم معناتها مسلمين يعني بين قوسين، لكن الإسلام تاعهم ما عنده حتى علاقة لا بالقومية العربية ولا بالإسلام، إسلامهم مختلف كليا مثل الإسلام الأندونيسي الآن. ولكن هؤلاء الذي أرسلوهم وأرسلتهم سوريا وبالآلاف وبالآلاف وإلى الآن جهلونا وجعلونا يريدوا أن يجعلوا منا نسخة مطابقة للأصل للشرق الأوسط. وأنا مع احترامي للشرق الأوسط أنا ما عندي حتى مشكلة مع أي شعب، ولكن لا تمحي هويتي، لا تمحي هويتي، أنا لا أمحي هويتك وأنت لا تمحي هويتي. ضبط أخي. بصراحة بسوريا السياسة التعريب اللي مشت على الأكراد كانت يعني كلها تم نسمع بكوباني، كوباني سموها عين العرب، يعني تصور منطقة كردية يسموها عين العرب، في منطقة اسمها عفرين أظن المشهورة كثير ناس تعرف عفرين سموها عروبة. تصور إلى يعني سياسة التعريب والتبجحية في التعريب إلى أي مدى وصلت، يعني قرى كاملة ألغوا أسماءها الكردية وسموها عربية، يعني فكرة أنه ممكن يعربوا المنطقة. وبصراحة يعني نجحوا إلى حد ما، يعني أنا شخص كردي لا أعرف تاريخي جيدا للأسف الشديد يعني. ولكن كما قلت لك مدام هناك أنت وغيرك وأنا وغيري لا يمكن أن تمحي التاريخ، مستحيل أن تمحي التاريخ. يعني الاضطهاد كما قلت انت نفس الشيء، احنا مدن بدلوا اساميهم، مدن كامله بدلوا اساميهم ودخلوا فيهم عربي وكذا وعارف شو دخلنا بالعرب، مع احترامي للعرب كعرب كشعب، فهمت؟ المهم يعني هذا معناتها الاضطهاد وقع يعني لشعوب كثيره، رغم هناك يمكن شعوب محلت وما نعرفوهاش، فهمت؟ اكيد. اذا معناتها اللي حبيت نوصل له هوني إن الشعوب ليس عرق وليس شكل، الشعوب هي ثقافة وهي هوية ومرتبطة بالأرض. لا يعني معناتها أنا مانيش نتكلم لا عن العنصرية ولا شكله كذا وشكله كذا، كما قلت لكم الاختلاط البشري وقع منذ عشرات الآلاف من السنين وما زال إلى اليوم يقع الاختلاط بين الشعوب، وهذا لا معناتها أنا بالنسبة لي كما الإنسان له الحق أن يختار دينه له الحق أن يختار شعبه. أنا مثلا أمازيغي لو أقرر حقي من حقوقي أن أذهب إلى كردستان وأصبح كردي أتعلم الكردية وأربي أولادي، هل الشعب الكردي ينكرني؟ لا ما ينكرنيش. يعني هذه هي الإنسانية، مش تجي تقول لي الإنسانية لازم الناس الكل تولي كيف كيف وتمحي الشعوب، لا، لأن كما قلت الثقافات وكل شيء هي معناتها ثروة إنسانية قبل كل شيء. لازم الإنسان كما يبدل دينه يبدل جنسه، أنا نحب نمشي لأمريكا نصبح أمريكي تسألني حر، أنا صحيح تولدت أمازيغي أو تولدت أي نتبدل كما نحب أنا، هذه شعوب. ومش يعني مثلا أنا مثلا أمازيغي نجي نحارب كل ما هو معناتها غير أمازيغي، في أرضي أسمح بكل الثقافات، ولكن الثقافة الطاغية هي ثقافتي شيء طبيعي، وهذا بحكم الأغلبية وبحكم أن الشعب أمازيغي. المهم وهنا حبيت نذكر نقطة أخيرة قبل أن أبدأ في تاريخ الأمازيغ، لأن القصة طويلة كما تكلمنا قبل الواحد، هي مسألة ما يسمى التزوير الذي تقوم به الحكومات ووسائل الإعلام والمناهج المدرسية. في الحقيقة أنا في الأول نقول تزوير، لكن عندما بحثت المسألة وجدت أنه ليس تزوير، لأن الحقيقة عندما تبحث عليها موجودة، لو تذهب إلى الكتب وتبحث في الكتب تعرف اللي أنت كردي وتعرف يعرف الآخر اللي هو أمازيغي، والحقيقة من نجموش يخفيوها خاطر هي كتب مكتوبة ودراسات وبحوثات جامعية وغيرها. ولكن مع الأسف وسائل الإعلام والدول ومناهج التعليم يركزون على جانب واحد ويهملون الجوانب الأخرى،
اللي يخلي الإنسان العادي الذي لا يذهب ويبحث لكي يعرف، وإحنا شعوب نفسها مع الأسف لا تبحث، يعني نهار كل قاعدت لقدام التلفزيون تسمع في الراديو فقط، يعني ولا تتفرج ولا تصويرة ولا حاجة، إذا لا تبحث، إذا تصدق ذلك الكلام أو تذهب للمدرسة لكي تتعلم أشياء فهمت بعيدة عن الحقيقة. الطفل يكبر فهمت ويصبح ليس له حتى هوية، حتى احنا ما عندناش حب الوطن، حتى نقول احنا وطنيين وطنيين احنا نلقاو هربة نهرب. حتى ما انت فهم نكتة سامحني، واحنا ديما يا جان نكونوا طبيعيين فهمت، ان فما عملوا مسابقة، واحد عمل حادث امريكي مخه لازم يبدلوا له مخه، يا اخي بداوا يقلبوا في الامخاخ يقلبوا، يا اخي حطوا له مخ واحد من العالم العربي الاسلامي، حبر ما فاق جاوا يسالوا فيه قالوا له شنو تحب يعني شنو، قال لهم نحرق من البلاد نخرج من البلاد، هو امريكي فهمت يعني اول حاجه جت في مخه ما عادش نحب نعيش في امريكا نحب نهاجر. علاش؟ على خاطر لم يحببونا في ارضنا، لم يحببونا في وطننا، يعني من الصغر بتاعنا ربونا اللي احنا ناس ما عندنا حتى قيمه. يعني شوف مثلا مصر والتاريخ نتاعها كما قلت لك، عندما نقولوا مصر ام الدنيا مش نلعبوا، هناك امثله شعبيه لازم معناتها نهتموا لها، لان الثقافه رغم التزوير رغم كل، ارجعوا للامثله الشعبيه نتاعكم، ارجعوا للقصص نتاع الجدات نتاعنا، صدقني اصدق من القران واصدق من الاسلام واصدق من خرافات محمد ورب محمد. إذا معناتها راهو من يبحث يصل. إذا هذه هي المقدمة وطولت شوية معناتها في الموضوع. ولا يهمك حبيبي، الوقت كله لك والبرنامج مفتوح ونحن نعم. نصل الحقيقة ونفهم الواقع والتاريخ الأمازيغ بصراحة، تفضل. نعم، احنا نحاولوا معناتها باش نختصروا، ولكن كما قلت وأقول وأكرر، ابحثوا أو أسألوا أهل الذكر مش أهل الجهل، فهمت؟ أهل الذكر أسألوا العلماء، أسألوا أبحثوا، ما تقعدوش هكاكا فهمت؟ المهم حبيت نركز على مسألة محينة، هي مسألة أصل تسمية الأمازيغ. فما بعض يقول لك الاسم الأمازيغ اخترعته فرنسا وهو اسم حديث، الذي اخترعته فرنسا هو اسم العروبة ليس اسم الأمازيغ. العروبة فين تأسست وفين تكونت؟ في فرنسا، يعني هذه ما نيش باش ندخل أنا في السياسة والاتفاقيات، يعني شوف مثلا احنا الأمازيغ اللي نطالب بهويتنا يقولوا علينا عملاء لفرنسا، بينما العروبي هو العميل لفرنسا لو تجي للحقيقة. هي في الحقيقة كلمة أمازيغ معناتها حاولوا باش يفسروها، هو الإنسان الحر، هو الإنسان، يعني كل واحد حاول باش يعطيها اسم، لكن احنا ديما نرجعوا لا يمكن أن تعرف شعب إلا من خلال نفسه، ما نجموش نجي نعرف وأنا نجي أنا نقول شنو هو الكردي، لازم كردي هو اللي فهمني شنو هو الكردي، فهمت؟ رغم اللي عندما أنا قريت على الأكراد أول مرة في إيران أصبت بالرعب، أصبت بالرعب، لا تعامل الكرد راهم عندهم عرق من الجن وراهم كذا، يمكن تعلم هذه المعلومات طبعا طبعا لكن يعني كريم بدي بس شو كان ردة فعلك لما سأل هاي الأساطير الإسلامية هي قالت لك إنه الأكراد نوع من الجن أو صنف من الجن، شو كان ردة فعلك كيف؟ في الحقيقة عندما كنت معناتها متدين، عندما أرى كردي أهرب أبتعد، لا أشتري منه لا أتعامل معه، ومعروف يعني غاديك باللباس السروال الكردي في إيران موجودين الأكراد، يعني أحاول أن أتجنبهم فهمت، يعني يقول هذم فيهم عرق من الجن فهمت. أظن بشان هيك العرب ما قدروا يطمسوا الصبغة الكردية أو الثقافة الكردية أو العرق الكردي خلينا نقول، ورغم تقاربهم، ولكن أنا بالنسبة لي إنه لأنه الأكراد سكان الجبال لذلك ما قدروا عليهم العرب، يعني هي الفكرة الأساسية، بس احتمال يعني إنه بقول هم عرق من الجن
أثر كمان فيه أحد الأسباب يعني يكون. هو في الحقيقة الغزاة العرب في الأول المسلمين، خلينا نركز على المسلمين لأن العرب لم يغزوا قبل الإسلام، فهمت، غزوا بعد الإسلام، يعني ليس العرب هم الذي غزوا وإنما الإسلام هو الذي غزا. لو نلاحظ مثلا في غزواته، الغزوات التي وقعت، إن لم يستطيعوا أن يؤثروا على المناطق المرتفعة، حتى مثلا في الأطلس، في يعني الأمازيغ، لو جبال الأطلس اللي موجودة في شمال أفريقيا لاندثر. لماذا مثلا في مصر كان الاندثار؟ لأن الجبال قليلة، يعني الجبال في الحقيقة هي اللي حمت كثير من الشعوب مثل الكرد وحمت الأمازيغ من الاندثار. لو كنا مثل المناطق مثلا سوريا او مناطق مصر لكان يعني اندثرنا نفس الشيء، لان العرب ما همش متعودين على الجبال. وحتى مثلا في شمال افريقيا تلاحظ ان المدن الساحليه لم تغير اسماها الى اسماء عربيه، بقت امازيغيه، بينما المدن الداخليه وخاصه المدن الصحراويه التي تقرب من طبيعه الصحراء العربيه هي اللي تم تبديل اساميها. هذه معناتها نقطة مهمة. إذن لازمنا نوضح حاجة هوني، أن اسم أمازيغ يعني السيد، كما آغا بالكردي بالتركي، فهمت، بالتركي أو بالكردي حتى أنتم تقولوا آغا. لأن في الأول الأمازيغ لم يكن يطلق على الجميع، أمازيغ اللي يعيشوا في شمال أفريقيا، بل كانت ما يسمى بالطبقة الأستقراطية هم اللي اسمهم الأمازيغ. وماذا من بعد فترة ليس حديثا طبعا، قديما، تم تعميم على كل شمال إفريقيا اسم الأمازيغ، وأصبحت طبعا يقول لك هو اسم مركب، لكن عندما أنا سألت مع أمازيغ مع مطلعين على التاريخ الأمازيغي قال لك لا، هي صفة، والمقصود بها الإنسان الحر الذي لا يغزى، لا يقبل الغزو، رغم اللي 1400 سنة وإحنا مغزيين، فهمت، يعني بشي وريك، يعني هذه هي المعنى الحقيقي الذي لا يقبل الغزو. هي في الحقيقة لو نرجع لكلمة الأمازيغ، الأمازيغ هو إنسان ميحبش السلطة، ميحبش السلطة تحكم فيه مهما كانت. وكانت المضطهدين في روما ولا في اليونان ولا حتى في الشرق الأوسط يهربوا، حتى في الفترة الإسلامية كل المعارضين فين يهربوا لشمال إفريقيا ويختلطوا بالأمازيغ. يعني كانت منطقة شمال إفريقيا، ومش يعني نقول لك أن هذا معناته خاص بالأمازيغ فقط، لكن لازمنا ننتبه الحاجة ديما عندما نتكلم على شعب يظهر لنا اللي هو أحسن واحد، لكن هذه ليس حقيقة، لأن التركيز على الشعب هذا لكي نفهم، لو نشوف أي شعب مهما كان صغير في العالم كي نتكلموا عليه هو وحده يظهر لنا هو أحسن واحد، ولكن هو راه مش أحسن واحد، فهمت، هذه حاجة مهمة، فهمت. إذن المقصود بالأمازيغ هي الأشراف كما بالمفهوم العربي، الأشراف، السادة، ثم أصبح مستعمل على كل شمال إفريقيا، على أساس عندما بدأ الغزو لشمال إفريقيا من عدة مناطق أصبحت تطلق الأمازيغ على كل إنسان يرفض الاستعمار مهما كان. هذه نقطة. واستعملت هذه الكلمة، الكلمة الأمازيغ، فما بعضهم يقول لك استعملوها حديثا والمستعمر الفرنسي هو اللي جابها والإيطالي هو اللي جابها، ليس صحيح. لو ترجع لكتب التاريخ، هيروديت واليونان والرومان كلهم استعملوا كلمة معناتها أمازيغ، كلهم استعملوا، إلا العرب ما حبوش يستعملوها، رغم اللي معناتها يجي يقول لك مثلا في هذه معناتها مغالطة يتناقلوها، يقول لك اللي أول من سمى الأمازيغ بربر هما الرومان، لأن كان الرومان يستعملون كلمة بربر لكل إنسان، فهمت، خارج على السلطة متاعهم. هنا فما مغالطة في الترجمة، باش يوريك التصوير العربي. لازمنا نفرقوا من بين زوز كلمات مهمة، هي بربري كجنس اللي يطلق العرب على الأمازيغ، وإنسان بربري يعني متوحش. لو نرجعوا بالفرنسية بغبغ وبغبغ، كلمتين مش كيف، لكن مو العرب ما يفهموش إلا لغتهم، فهمت، حسبوا كلمة بغبغ اللي هو متوحش
هي كيف بربر اللي هو معناتها بربر. اذا اول معناتها القول ان الرومان سموا الامازيغ بربر هذه غير صحيحه، لا اليونان ولا الرومان ولا اي شعب سمانا بربر غير العرب. العرب هما اول من اطلق كلمه بربر. وعندما نرجع للتاريخ ونشوفوا علاش سموا بربر، بعضهم يقولوا انهم اخذوا هذه الكلمه من الرومان وهي مش صحيح، كما قلت لك خطا في الترجمه. بعضهم يقولوا لانهم دخلوا شمال افريقيا عن طريق البر، فقالوا بر 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 سماهم بربر. وهناك اللي قالوا لا، لانهم معناتها قاوموا الغزو العربي. تصور معناتها عمر بعد فرقه بعد احتلال مصر حب يغزو شمال افريقيا، بعد قالوا ارجعوا هذوك ما عباد ما نقربوهمش، اختار صافي فهمت ما نقربوهمش. من بعد وتجاء عثمان وغيره معناتها 70 سنة لكي يوصلوا معناتها يحتلوا شمال افريقيا. وتو نرجعوا لهذا وتنحكيوا على التاريخ. اذا اول من استعمل كلمه بربر هم العرب، لا الرومان ولا اليونان ولا اي شيء. ترجع لكتب التاريخ، انا اتحدى اي انسان يجيب لي كلمه بربر في معناتها هيروديت ولا المؤرخين اليونانيين ولا حتى الرومان. اذا هوني لازمنا ننتبهوا زاد الحاجه اخرى اللي هي معناتها باش نذكرها. وقتها وقعت الهجره، نرجع بدات تتكون الشعوب. النيل يقسم مصر الى قسمين، ما يسمى الجانب الشرقي والجانب الغربي. الجانب الغربي من مصر كلهم امازيغ، وذاك يطلق عليه صحراء ليبيا، خاطر الامازيغ زاد يطلق عليهم الليبيون. الليبيون هي كلمه معناتها امازيغيه فهمت، واللي العرب سموها اللوبيون واللوبيا ردوها، ردونا لوبيا، ما عندهم مشكله في النطق. هو منيح ما ردوكم فاصوليه ولا انتم ما جعلكم من جن واحنا ردونا لوبيا. اذا حاجات العرب هذول نعم مشكله فيهم. اذا ما يسمى الجانب الغربي من النيل، ما يسمى بالصحراء الليبيه، هم امازيغ. وعندنا الان مثلا ثم منطقه بقت سيوا في مصر يتكلمون الامازيغيه وهم امازيغ، اما الباقي عربوا فهمت، اغلبهم عربوا. هنا نحكيو معناتها نرجعوا للتاريخ. الامازيغ كما قلت لك، مصر بعض الاخوه المصريين يقولوا لي على حركه تغيير شمال افريقيا، لماذا مصر يعني لا تدخل؟ لا، مصر احنا نعتبروها تابع شمال افريقيا، لان شمال افريقيا هي من مصر فهمت للمغرب فهمت. ويعتبر كما قلت لك الامازيغيه ما هيش فكر عرقي، وانما هي مجموعه شعوب، وتو نحكيو على الشعوب. يعني مصر تعتبر معناتها حتى هي من الشعوب الحرة التي لا تريد الغزو، والتي تريد لا تكون لها هوية وتكون لها شخصية وعندها تاريخها. وكما قلت مصر تبقى ديما هي ركيزة مهمة. احنا معناتها ما فهمتش العرب وهم موجودين في آسيا، جم جيبهم لإفريقيا، جم جيب ربهم لإفريقيا، إفريقيا إفريقيا وآسيا آسيا. يعني هذا معناتها كما نقوله استعمار معناتها بسيط. حتى الطبيعة فصلت من بين قارتين، انتوما حتى الطبيعة هذه ما احترمتوهاش فهمت. مصر بالمرة يعني شو احترم، لم يحترموا لا أرض ولا سماء ولا شيء. المهم هنا نرجع للأسطورة، يعني باش نقول باش نوريك التقارب الموجود من بين مصر وشمال إفريقيا، رغم اللي كما قلت لك شمال إفريقيا تدخل فيهم مصر وخاصة المنطقة الغربية. إن فما أحد العائلات الفرعونية كان أمازيغي الذي يطلق عليه شيشانق. شيشانق هذا ولد في شرق ليبيا من قبيلة اسمها المشاوش، فما قبيلة اسمها المشاوش. هذه وقتها بدأت تصحر في، يعني مش بدأت تصحر، كثر التصحر في الصحراء الكبرى، ما قلت لك كانت غابة، ثم ولدت سافان، يعني أشجار بدأت تنقص والشفاف وكل شيء، ثم بدأت تتصحر. العائلة متاعه انتقلت إلى مصر، وكان الأمازيغ هما، لو ترجع معناتها الصور، مش لازم نوري الصور، أما كان الجيش الفرعوني أغلب جنوده وأكثر جنوده من الأمازيغ.
وشيشنق كان جندي وطلع في المراتب فهمت العسكرية حتى وصل كما نقولوا احنا باش يعمل ما يسمى بالانقلاب الابيض، رغم ان الاسطورة الامازيغية، انا هنا اريد ان اصحح التاريخ، ليس للشرقيين فقط حتى للامازيغ، الامازيغ يقولون التواريخ خاطئة، يقول لك شيشنق هو اصله من الجزائر وانها مصر حبت تحتل فهمت شمال افريقيا وهجمت على شمال افريقيا ووصلت الى منطقة الجزائر، وشيشنق خرج بجيش قوي واحتل مصر بالقوة، ليس صحيح، هذه أسطورة ليس لها أي شيء معناتها من الصحة، ليس لها أي شيء من الصحة. الحقيقة أن شيشنق هو مولود من قبيلة وانتقل هو في منطقة ليبيا الشرقية، وكانت ليبيا الشرقية ومصر الغربية منطقة واحدة تسمى كل هذه الصحراء الليبية. احنا ما ننظروش للخرائط تو المقسومة اللي قسمها الاستعمار، شيء طبيعي مقسمون. إذن قبل تقريبا 3000 سنة شيشنق استطاع أن يعمل بين قوسين انقلاب أبيض على حسب القانون اللي موجود الفرعوني، واستطاع أن يحكم هو وعائلته يعني مدة طويلة، مدة 300 سنة. 300 سنة نسيت أن العائلة 27 أو 28 الفرعونية كانوا أمازيغ فهمت، وكما قلت لك ما كانتش فما مشاكل من بين الأمازيغ ومن بين المصريين، وكان فما تعايش كما قلت لك، اغلب الجيش الامازيغي هو معناتها الجيش الفرعوني هو جيش امازيغي، والاهرامات هي معناتها موجوده قبل معناتها اعتلاء شيشنق الحكم. لكن فما بعض احد المؤرخين الليبيين قال في بعض الاهرامات وجدنا كتابه تشبه الأمازيغية أو هي تعتبر الأمازيغية، وتم معناتها حل شفرتها، هي ليس كتابة فرعونية، لأن لو ننظر للكتابة القبطية القديمة أو الفرعونية نلقاها تشبه كثير الكتابة الأمازيغية، وأنا هنا مانيش باش نحكي على الكتابة الأمازيغية وتاريخها وقدمها، هذاك نخليوه في برنامج آخر. القاع على أحد الأهرام وأكيد كتب هذا الشيء، يعني لأن الأهرام قبل شيشنق موجودة عند الأهرام، كتب عليها فادخلوه بسلام، يعني ادخلوا الهرم بسلام، اللي معناتها المسلمين اخذوها من بعد وما عرفش فين جابوها وردوها على المدينه ولا مكه، ادخلوها بسلام، ورغم اللي مكه من اللي جا فيها محمد ما شفناش امان وما شفناش سلام. يعني هذه معناتها روايه، معناتها ماهيش انا حكي هذه احد الاشخاص مانيش متاكد منها. المهم معناتها شيشنق شنو عمل وقت حكم مصر؟ الحاجة اللي عملها واللي موجودة في كتب التاريخ هو إنه احتل إسرائيل ودمر هيكل سليمان، هذا ما يذكر التاريخ. معناها إسرائيل غاضبة عليكم هلا؟ لا، بل هذا تعرف، هل تدري إنه في كتاب التوراة موجود اسم شيشنق اللي هو عدو رب إسرائيل. واو. هو عدو رب إسرائيل، يعني موجود في الكتب متاعهم، لو ترجع للكتب متاعهم دي معلومة متأكد منها وأرجعوا لها، إن شيشنق هو عدو الرب، لأنه يتهموه هو اللي دمر هيكل سليمان. المهم يعني هذا معناته في كتاب، يعني تاريخ، كتاب ديني وتاريخي. إذن وما تنساش حاجة أخرى مهمة، ان الامازيغ والجيش الامازيغي، تو نحكي من بعد على الصفات نتاع الامازيغ، الجيش الامازيغي هو اللي حمى مصر من الغزو الفارسي. يعني هناك غزو فارسي فهمت، لو ترجع فما رسومات، لو تبحثها على الجيش الفرعوني، هناك جيش تلقى فوق راسه ريشه او ريشتين، هذاك هو الجيش الامازيغي. لان حتى احنا في المثل الشعبي نقول لك شكونك انت يا اخي، فوق راسك ريشه، فوق راسك ريشة، يعني شكونك انت؟ يعني كان المعروفين الامازيغ ب معناتها الشجاعة في الحروب، فكان معناتها الجيش هذاك، علاش قلت لك مصر تعتبر يعني ضمن شمال افريقيا. لا يمكن، كما احد النكت مع احد المصريين نحكي، يعني مع تقريتها ولا حكيها لي واحد ما نذكرش، يعمل لي الشرق الشرق والامازيغ الامازيغ ومصر حتتركونا في البحر ولا ايه؟ لا، قلت لها مرحبا بيك معانا، المهم احسن لك من اللي انت مع الشرق، فهمت؟
مع الشرق الأوسط. يعني مصر مرتبطة تاريخياً، الصحراء متاعنا واحدة، احنا مرتبطين مع بعضنا والنيل معانا وكل شيء معانا، فهمت؟ معانا ومعاهم طبعاً، مش يقولوش معانا يعني هما لا احنا معانا ومعاهم، يعني مش يفهموش الناس. مصر تبقى جداً مهمة بالنسبة لشمال أفريقيا، هي مصر وحدها قد كل معناتها تقريباً ليبيا وتونس والجزائر والمغرب. المهم هنا حبيت نركز على حاجة، إن الأمازيغ عبر التاريخ عمرهم ما اهتموا بفكرة اللي احنا شعب واحد. طيب مثلاً الشعب الآري يقول لك أنا شعب خالص وشعب كذا، أو حتى بعض الأمازيغ الآن يتكلموا على هذه مثلاً ما يسمى الجنس النقي، لكن في الحقيقة هذه الاستعمال الجنس النقي عند الأمازيغ هي حديثة. في التاريخ الأمازيغ لم يهتموا أصلاً وهما مجموعة شعوب، لأن هما هجرات. صحيح فما شعب أصلي أمازيغي اللي قلت لك عليهم هما الأوائل اللي سكنوا، ولكن كانوا يستقبلوا الشعوب الأخرى يندمجوا. خطر وقعت مثلاً وقت يجوا يتكلمونا في التاريخ يقول لك لا الأمازيغ أصلهم من اليمن بعد تدمير سد مأرب، أي يمكن. ما قلت لك الأمازيغ بابهم مفتوح للجميع، وقعت كارثة في اليمن مرحبا بكم، وقعت كارثة في سوريا مرحبا بكم، وقعت كارثة في إفريقيا مرحبا بكم، وقعت كارثة في أوروبا. حتى إن يعني نرجع للتاريخ، في فترة من فترات في عهد اليونان تقريبا 800 سنة أو 1000 سنة وقع جفاف في اليونان، ونسيت التاريخ بالضبط، واتجهوا أي 800 تقريبا، فهمت؟ اتجهوا للمعبد، المعبد اليوناني، واستشاروا ما يسمى بالرهبان، قالوا لهم ماذا نفعلون، ماذا نفعل يعني فما جفاف. قالوا لهم اهبطوا ليبيا عند الأمازيغ، لأن هناك يعني هي الأرض المباركة اللي فيها الماء وفيها فهمت الخير. وبالفعل فهمت نزلوا لليبيا وتعاملوا مع الليبيين، وقعت فترة معناتها مع بعضهم، يعني كمية كبيرة من اليونان جاءوا ليبيا، حتى فما منهم فلاسفة يونانيين أصبحوا ليبيين أصلا، أصبحوا أمازيغ ويتكلموا الأمازيغية. وبعد فترة كانوا العلماء والفلاسفة اليونان يذهبون إلى ليبيا لكي يتعلمون الفلسفة. إذن مسألة العرق ليس لها أساس، وفكرة العروق والعرق والشعوبية المذكورة مع الأسف في كتب ابن خلدون وغيرها، من جاء بها؟ جاء بها ما يسمى بالنساب العرب. النساب العرب تعرف ما يهتموا بالنساب وكذا، وبوه وشكون وأمه وكذا. إذن عندما دخل الإسلام العروبي إلى شمال أفريقيا، الأمازيغ باش يحافظوا على وجودهم خذوا نفس التقسيم وعملوه عليهم هما. فلهذا قسموا يعني الأمازيغ إلى قسمين كبيرين، ما يسميه إزناتا اللي هما يتسموا أمازيغ الشرق، فهمت؟ والصنهاجة اللي هما أمازيغ الغرب. أمازيغ الشرق هي ليبيا طبعاً، وغرب مصر وتونس، وتوصل حتى منطقة الشاوية في شرق الجزائر، هذه كمنطقة ما يسميه إزناتا، ومنطقة أخرى اسمها صنهاجة اللي هي بقية الجزائر والمغرب وموريتانيا. موريتانيا هي أرض مور، مقصود بها أرض مور اللي هو معناتها قبيلة من القبائل الأمازيغية. والتوارق بعضهم يعتبرهم وحدهم، وبعضهم يعتبرهم تابع صنهاجة، فهمت؟ طوارق هذول منهم طارق بن زياد يعني ولا شيء؟ لا 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 لا. طارق بن زياد هو عبد تم أسره، فهمت، ودخل في الإسلام، وهو من ما يسمى إزناتا، يعني ما يسمى بالشرق. ما قلت لك فما أمازيغ الشرق وأمازيغ الغرب، فهمت؟ وفي الحقيقة لا يمكن دائما عبر التاريخ، سواء العرب سواء الرومان سواء أي مستعمر، دائما يدخل عن طريق الزناتة، لأن منطقة الغرب محصنة بجبال الأطلس العالية، ومستحيل تقنع
الصنهاجيين تقنعهم باش يدخلوا في الإسلام أو حاجة فهمت، أو في العروبة ولا غيرها، مستحيل تقنعهم كان ما يكونش من ولاد بلادهم اللي هما جنبهم اللي هما إزناتا. يعني لازمك حتى مثلا وتنشوفوا في الحروب قبل التحالفات اللي موجودة، الرومان كانت تعمل تحالفات، كانت تعمل تحالفات مع إزناتا وتعمل وجهة أخرى تعمل تحالفات مع صنهاجة، يعني هذا معروف يعني عبر التاريخ. يعني الأمازيغ عبر التاريخ ما كانتش عندهم فكرة الشعوب كل شيء، كانوا هما شنو كيفاش عايشين، هما كانوا كما نقولوا احنا فكرة القبيلة والشعب هذه مش موجودة فهمت، فما تكتلات بشرية تعيش كل واحد عايش وحده، عندهم ما يسمى القانون طبعا نتكلموا عليه في حلقة أخرى، عندهم قانون ما يسمى بالظهير البربري الآن، وعندهم قانون ياسر خاص في تنظيم المجتمع في تنظيم الأسرة في التعامل، عندهم أيضا ما ننساوش اللي نتكلموا عليه أيضا اللي عندهم النظام الأممي، الأممي متاع الأم، النظام الأموي مش الأموي كيفاش يقولوها متاع الأم، الأمومي خلينا الأمومي الأمومي مو خاطر فما قرابة أممي أممي أمومي فهمت. المهم يعني كانوا يهتموا المرأة عندها قيمة، اش خلاها معناتها الإسلام والعروبة، عندما شكون حاربتهم حاربتهم امرأة، امرأة 70 سنة تحارب فيهم حتى لين معناتها قتلوها وهي عمرها 120 سنة، وهي معناتها وصلت عمرها 120 سنة، وتو نتكلموا عليها هذا الموضوع حول أهمية المرأة وقيمة المرأة. ما يقول معناتها أنا مرة في أحد المقالات قلت أنتم تقولون بين قوسين هل هو صحيح أم لا، الإسلام جاء حرر المرأة من أنها تؤد فهمت، عندما دخل شمال إفريقيا وجد المرأة تحكم ملكة حرب فيكم، فين جاء حررها، فين جاء حررها، ايش حررها فهمت. يعني الإسلام إسلام يعني ما فينا نقول غير سبحان الله، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله الإسلام. يعني هم ردونا احنا عرب وجايين من اليمن وبعد ردونا فينيقيين واحنا في، أنا قلت لكم شمال إفريقيا قبلت كل الشعوب، حتى أسطورة عليسة والفينيقيين وقدومهم لو ترجع للتاريخ سوف تجد أن الفينيقيين موجودين قبل عليسة، وكانت منطقة ما يسمى الساحل، الساحل من المهدية إلى بنزرت هي منطقة معناتها البونيقيين، البونيقيين هو كان خليط خاطر كانت عاملين الفينيقيين ما يسمى نقطة توقف لأنهم هو كانوا بحارة، وكانوا معناتها جاءوا تعاملوا مع الأمازيغ غاديكا وعملوها معناتها مكان لتصليح السفن قبل أن يواصلوا السفر متاعهم نحو إسبانيا وحتى نحو أمريكا فهمت. يعني مسألة أن أمريكا اكتشفها كريستوف كولومب وطلعت كذوبة، يعني كذبوا علينا في كل شيء فهمت. المهم يعني مش راو كان المسلمين يكذبون، كل مستعمر يكذب دائما يحب يحسن الصورة متاعه، أي مستعمر أي شعب مستعمر يستعمر الشعوب، احنا من حسن الحظ فهمت لم نستعمر أحد فهمت، ولا نريد من يستعمرنا، حتى مصر عندما مثلا حاول بشي يستعمروها الفرس فهمت، تعتبر مصر هي بوابة فهمت شمال إفريقيا نحو الشرق، منها يجينا البلاد هذاك، علاش مصر مهمة، لا يمكن أن تكون لنا شأن وقيمة وحضارة وإنسانية بدون غلق هذا الباب اللي دخلنا منه الشر فهمت، عنده 1400 سنة هو دخلتنا المسيحية، دخلتنا اليهودية، دخلتنا الإسلام، إيش مازال باش يدخلها، ما يقول لك الباب اللي يجيك منه الريح سده واستريح، هو باقي كان باقي الأكراد يدخلوا لعندكم لا مرحبا بهم، ما يجيبونش الإسلام فقط يجيبون الجنون ميسال إذن يعني هذا يعني بصفة عامة السرد، وإحنا نشوف معناتها توا تقريبا ساعة شفت معناتها الوقت كيفاش يطول. المهم عندما نرجع للأمازيغ، الأمازيغ يقول لك باش عرفوا الأمازيغ، نشوفوا مثلا الفلاحة كانت متأخرة عند الأمازيغ بصراحة، يعني رغم اللي هما تطوروا في الفلاحة وكانت معناتها باجة منطقة في تونس هي منطقة الشاوية، يعني كانت تعتبر مطمورة روما، يعني روما كانت يعني تاخذ القمح والشعير من شمال إفريقيا
يعني مطمور تلومة. أنا قلت لكم هذوما القبيلتين الكبار هي زناتة وصنهاجة، هما بيدهم مقسمين، وكانوا الأمازيغ عندهم كل جهة عندها القانون متاعها، ولكن وقت توقع حرب خارجية لكلهم يتجمعوا. معناتها هما راهو المشكلة بتاع الأمازيغ هما ميتحركوش بسرعة، لكن عندما يتحركوا يتحركوا الكل مع بعضهم. هذاك علاش مثلا الاستعمار الفرنسي فهمت وقت خرج من تونس معناتها والمغرب بسرعة بعد خرج من الجزائر ما عادش تمشي، يعني هكاك هما معروفين انهم ما يتحركوش، لكن وقتها يتحركوا فهمت معناتها ما تعرفش نهايتهم فين. حتى مثلا انا في بعض معناتها نجم نقولوا انه كت نقول لهم هل تعرفوا تفسير ما معنى طلوع الشمس من المغرب؟ يقولوا لي لا. ما بعض نقول لهم يعني دمار الاسلام سوف يكون من شمال افريقيا. ويا ريت يا ريت انا تعد من اول الناس بتذهب الى شمال افريقيا. لا غير ابقى غادي كتونجيو دونجيو فهمت نجيو نطلع عليكم ونرجعوا، طبعا مش استعمار غير نطلوا على السلامة. وسهلا تبقوا انتم بين اهاليكم يعني. اي لا احنا ما عندناش مشكلة، شفت احنا ما عندناش مشكلة فهمت، يعني الشعوب يعني لا تقام على دين ولا تقام على عرق، ما تجيش تقول العرب مسلمين ولا الكراد مسلمين، لا فهمت. العقيدة ما هيش داخلة في الهوية، والعرق مش داخل في الهوية. اللي داخل في الهوية متاع الشعوب توا كردي السروال الكردي فهمت، هذا داخل في الهوية. الأكل الكردي هذا داخل في الهوية، اللغة الكردية هذا داخل في الهوية، النظرات والتعاملات. توا أنت مثلا تشوف كردي تعرفه وتحسه، كما أنا نشوف أمازيغي نعرفه. معناتها نقول أمازيغي نقول شمال إفريقي. يا أخي هذا معناتها حاجة تقربنا لبعضنا، أرض جمعتنا، ثقافة جمعتنا، حليب واحد شربناه فهمت، بتاع الأرض هواء واحد تنفسناه، طبيعة واحدة، مطر شتاء كل شيء طبيعة. المهم عندما نرجع للأمازيغ ثم بعض ما يحاول أن يبالغ ويحب يظهر الأمازيغ اللي هو شعب الله المختار، واللي احنا بريئين من فكرة أن شعب الله المختار ولا أفضل من كل الشعوب. صحيح أن بعض الأشياء مثلا اكتشاف ما يسمى أقدم موميا في صحراء ليبيا اللي هي قبل الموميا الفرعونية اللي تم اكتشافها بألف سنة، لا يعني هذا يدل على تقارب. يعني مصر فهمت، لو ناخذ كلمة أمازيغ كصفة للإنسان الحر مصر تدخل ضمن الأمازيغ فهمت، اللي معناتها مصر تدخل هي الشعب. كما مثلا نقولوا احنا نجم نقولوا مثلا الزناتة وصنهاجة والفراعنة كلهم هذم أحرار، ومش يعني الشعوب الأخرى مش أحرار لا، لكن هذه الشعوب لم تستعمر الشعوب الأخرى، دائما هي كانت غازية. تو الفرس حاول يستعمر شعوب أخرى، الترك استعمر شعوب أخرى، العرب استعمر شعوب أخرى، لكن احنا شمال أفريقيا ديما ندافع على أنفسنا من مصر للمغرب. إذن فمن يقول لك مثلا العجلة، يقول لك أول من اكتشف العجلة هم الأمازيغ. صحيح وجدنا في الرسومات الأمازيغية العجلة، ولكن ليس هناك، أنا بحثت في المسألة، ليس هناك دليل على أنهم هو أول من اكتشف العجلة، لكن هناك دليل آخر، العرب بثلاثة عجلات هما مع ثلاث مع الأحصن اللي كانوا يستعملوها الفراعنة والذي أخذوها من بعض الرومان هما اللي اكتشفوها. خطر هي هذيك العربة لو تلاحظ تنجم تمشي في الصحراء كما في المناطق الأخرى معناتها بسهولة تامة، وهما مع أنهم كانوا جنود هما عندهم فن الحرب فهمت، ومعروفين بهذه المسألة، يعني طوروا أساليب الحرب واللباس. حتى عندما ترجع اللباس الأمازيغي لباس كله ألوان، وهنا نرجع للعلم الأمازيغي. العلم الأمازيغي اللي هو ورايا اللي يرمز الحرف الأحمر، الأحمر هو الزاد، هي رمز الأمازيغ، ونقول أمازيغ هي زاد، وهي ترمز للإنسان، اليدين والرجلين وهنا لو نلاحظ ليس هناك دورة على الزاد. لماذا ليس هناك دورة؟
لأن لا يهم من تكون، المهم أنك تكون حر واقف. يعني أنت أصلك من فين؟ من الرومان، من مغولستان، من هذاك. علاش الأمازيغ لو تمشي للشمال إفريقيا تلقى الأمازيغي ذو البشرة السوداء اللي هو إفريقي، لأن الهجرات وقعت وتم الجفاف، هناك هجرة جنوبية شمالية نحو منطقة شمال إفريقيا، وهناك هجرة شمالية جنوبية. حتى الفوندال جاءوا شمال إفريقيا، فهم كلمات معناتها كثير من الكلمات الأمازيغية موجودة، نجي نشوفها نلقاها نفس الكلمات مثلا تاع هولندا ولا تاع ألمانيا. هذاك علاش يقول لك ثم تقارب. يعني اللغة الأمازيغية لغة ثرية قصوا عليها حلقة. إذا هذاك الزاد هو شعار الأمازيغ، هو الإنسان الحر، الإنسان السيد، الإنسان الذي لا يقبل الاستعمار، الإنسان الذي يؤمن بالإنسان مهما كان شكله، مهما كان لونه، مع احترام الأرض والثقافة والهوية لكل شعوب. أما الألوان فهو العلم الوحيد في العالم الذي يحمل لون الأرض. الألوان هذا اللون الأزرق هو البحر الأبيض المتوسط، يعني شمال أفريقيا، هناك مصر، هذا الكل هو البحر الأبيض المتوسط. أما اللون الأخضر هي المنطقة ما يسمى منطقة الجبال والأطلس ومنطقة الخضراء. أما الأصفر هي الصحراء الكبرى. يعني هو العلم الوحيد في العالم الذي يحمل لون الأرض، باش يوريك معناتها أن الأمازيغ يؤمنون بالأرض وباحترام الأرض. وتو نتكلموا على الأديان وكيف المعتقدات الأمازيغية كيف كانت ترفض فكرة الاستعمار والإمبريالية اللي جاتنا من المناطق الأخرى. إذن هذا بصفة عامة معناتها ملخص على الأمازيغ، واللي نطلب من أهل الشرق أرجوكم ما عادش تسميونا لا عرب، فهمت؟ احنا أمازيغ، فهمت؟ كل اختلافاتنا كما قلت لك، فما زناتة وصنهاجة ومقسمين، معناتها لو نقسم لك التقسيمات الأمازيغية ما تنتهيش. عندك جماعة سوس منطقة يعيطوا لهم العرب الشلوح، الشلوح هي سبة، باش يوريك الشلوح. أنا كنت نسمع الشلح معناتها نتقزز وقت كنت صغير، يقول لك شبيك أنت شلح، يعني أنت حمار، وهي شلح كلمة أمازيغية، سوس شعب، فهمت؟ عندك جماعة الأطلس، عندك الريافة، عندك القبائل، عندك الشناوة، شناوة مش شناوة شناوة، معناتها اسمه مش شناوة هكاك، عندك الشاوية، عندك المزابية، عندك الزوارية، عندك سيوة في مصر، هذم كلهم يعني ويتقسموا. احنا معناتها نحترم كل الشعوب ولا نعتبر انفسنا افضل من الشعوب الاخرى، وشعوب معناتها هاجرت وخدمت مليح وبنات، ولو ترجع معناتها اللي بناوه الامازيغ في شمال افريقيا قبل ظهور الاسلام، اللي الاسلام لم يبني شيء من النهار اللي وصل، غير سرقت اثار سوى القرطاجينيين. تصور جامع الزيتونة مبني من اثار مسروقة، فهمت؟ شغله محانة فنانة، فهمت؟ نظن الفكرة وصلت على سرد لتاريخ الأمازيغ، وأتمنى أن نتحرر من الاستعمار العروبي. وفي حلقة قادمة نشبدو احنا توا حبيت نحطكم، يعني يقولوا احنا في الجو بتاع الأمازيغ شنو، غير احترموا الهوية بتاعنا، رانا احنا ما نش عرب، احنا أمازيغ. وشكرا، وتفضل لو عندكم سؤالات او شكرا كثير اخي كريم. انا بصراحة وعجبت بهالمحاضرة، هي رائعة بصراحة. يعني انا كثير اشياء تعلمتها وما بعرفها وغايبة عني، وسرد لتاريخ رائع. يعني انا استاذ محاضر، انا بتمنى تكون محاضراتك بالجامعات بصراحة. ارتجالي، يعني لم احضر شيء وليس مصادر، هذا ارتجالي. أكيد هو المفروض، المصادر أصدقائنا هن بذاتهم يبحثوا عنه، لأنه أفضل هو
يعني كل المحاضرين يسردون سردا والناس هي تبحث عن المصادر. يعني نشجع الأصدقاء أنه يبحثوا بذاتهم عن المصادر حتى يكون في يعني حب للاطلاع من الأصدقاء نفسهم. أصدقائي أنا فتحت سكايب وبتمنى تطرحوا الأسئلة حول من خلال سكايب، وبتمنى اتصالاتكم كمان ومداخلاتكم وأسئلتكم من خلال سكايب. طب خلينا نروح نشوف اليوتيوب أول شيء، نشوف الأصدقاء. أنا بصراحة ما دخلت نهائياً على اليوتيوب لسه. طيب لا شو دايا بس في الأخ بشير عم بيقول الأمازيغ والأكراد نفس التجربة التاريخية المريرة، تحية لكل الشعوب الأرض، الإلحاد لا يعرف أعراق وقوميات ولغات. أنا معك أخي الكريم. أهلا وسهلا. في أخ بصراحة سألني أنه يا أخي جان ليش أنت ما بتهمل الرسائل، بدنا سبب حقيقي. بصراحة أنا لأني أعمل 8 ساعات تقريبا يوميا، فيعني وحلقات متواصلة يوميا، فأظن شوي صعب علي يعني. في أنا ما أعرف أتصل أخ بالفيسبوك عم بقول، لا راح أتصل فيك أنا وأتمنى ترد على. طيب أتمنى بس يرد على الأخ، يرد علينا. أشوف اليوتيوب. أريد عم بيقول الأخ أحمد أريد أن أسألك سؤال، هل ثورتكم قادمة سوف تكون ثورة سلمية أم ثورة عنفية؟ أريد أن أعرف فقط، وتحياتي لكم. تفضل أخي. لم أفهم السؤال بالضبط. في عم بيقول أريد أن أسأل، أظن السؤال خاطئ، هو ما قلنا يعني السؤال، آسف كتير، هو كان عم بيسأل شخص آخر. أريد أن أسأل سؤال، هل ثورتك مقادمة سوف تكون أي ثورة؟ طيب معنا اتصال من الأخ سامي. أخي سامي تفضل. مرحبا بك أخ جون، ومرحبا بصديقنا العزيز الأمازيغي الحر محمد عبد الكريم. حبيتي تسمع فيها؟ عم نسمع فيك، تفضل. مرحبا بك كذلك، أنا أتابعه منذ سنين، وأتابع كذلك صديقي العزيز جلال البريك الأمازيغي كذلك الحر، هو صديقي محمد عبد الكريم عبيدي في أمكان الأمازيغية. تسمعني؟ أنا أسمعك، تفضل أخي سامي، تفضل. أوكي. عنده مجموعة بتاع أمكان أمازيغية تبعها كثير، يعني من البداية تبع فيه هو جلال البريك وتوانسة هو القلص اليوتيوب. دقيقة اللي خليك نسيت. ولا يهمك. أوكي، فلهذا يعني أنا أشكركم كثير يا أخي محمد عبد الكريم، وكذلك جلال البريك اللي نعرفه من تونس اكتيف يعني الدومين الامازيغية والدين، هذا يشرفني كتونسي وانا لسنين انشط مثلكم، لكن باسم مستعار رمزي علوشي. لكن الان اخيرا قررت ان اوري وجهي واللي شبكها يخلصها، فهمت؟ فلهذا ساتكلم على مزيغ. انا امازيغي حر، يعني كنت اعتقد باني عربي من إلا 3 سنوات، يعني عرفت، عملت بحث، عرفت بأني أمازيغي حر قحط، واللي ما كما يقولوكم يا إخواني ركبتون. أن ما أعرف محمد عبيدي الأخ الكريم يعني قرأ التست، هذاك الرابور بتاع التست جينيتيك بتاع شمال أفريقيا، وجدوا 95% أمازيغ حر، إلا 5% عرب، فهمت؟ وهذا معقول، لأن 3000 جندي غازي بقيادة المجرم الغازي عقب المنافع وابن النصير وابن الحسان غزونا العرب الغزاة الحفاة العراة الجياع، مع محبتي للعرب والمسلمين لا للإسلام ولا للعروبة. العرب في جزيرة العرب، نحن أبناء قرطاجنة، نحن أبناء حنبعل، نحن أبناء يغورطة، شوبة، ماسيستا، أمنا وحبيبتنا وروحنا الملكة ديهيا الذي شتموها
باسم الكاهنة أي الساحرة، لأنها انتصرت عليهم في كثير المعارك. مرة وصلت هي من دير العاتر، مش يعرفوها، بجنبنا أنا مع هي اللي اشتموها كان، ولا مع الغازي عقبر نافع. يعني مرة شردت معها عليهم من المكنسي حتى آخر ليبيا شردت عليهم، فهمت؟ ربحتهم كثير، بقيت الحروب 70 سنة وأكسل. البطل قتل الغازي عقبر نافع، وابن نصير قتل أمتنا وملكتنا هي، ولا نغفر له. ودامت الحرب 70 سنة، أنا قرأت الكثير على البحث على الأمازيغ، يعني وارتدينا 13 مرة يا أخي جان، ارتدينا 13 مرة، كل مرة يأتوا يعني قتلوا أجدادنا، سبوا نساءنا، أخذوا أطفالنا. قلمان ابن النصير أخذ 300,000، أخذ عبد الملك بن مروان، وبعدين ابن زيد. يعني وهذا لا يعرفوه الأمازيغ. يا شمال أفريقيا كلكم أمازيغ، 95% منكم أمازيغ، عربتوا باللغة، اذهبوا أعملوا تيست كما قال لكم السعوديين في تويتر، يقولوا لكم راكم مش معرب برو، أعملوا تيست جينيتيك وأعمل حتى تجد روحك أمازيغ، إلا 5% برك. هذا عادي، لأن 3000 راجل يأتون من غير نساء، أتوا كلهم رجال. يعني كيف يعني يعني على الأقل اغتصبوا أجدادنا ونساءنا، على الأقل واحد مو هي أمازيغية على الأقل، لأن جو رجال ما نساء 3000 وإحنا ملايين. يعني كيف نكون الآن عرب في تونس؟ ثاني تبعينا كتبوا على التاريخ. يعني بورقيبة قال اللي يتكلم بعد الاستقلال يتكلم أمازيغي يذهب إلى الجزائر، وكذلك قطعوا لسان أجدادي إذا تكلم الأمازيغية. وفي الغزوات 13 غزوة هنالك العرب يقولون لابنها مش مسلمين، يقولوا قل الإسلام حلو، وعلموه الإسلام الشوية، وبدلوا مهم هذا لا يعرفوها الناس. في الغزوات العرب بدلوا أسماءهم عرب لكي بناتهم لا تسبع، هم تطلعوا الجبال، عربنا باللغة، أخذوا يعني غزونا، أخذوا أموالنا، وبعدين أخذوا طارق بن زياد إلى الأندلس، ثم بعدين وقعت مشكلة مع مع ابن نصير، وذهب وأخذوه للأندلس ودمشق، وإلى الآن لم نعرف ماذا حدث، فهمت؟ قتلوه بتأكد، فهمت؟ فلهذا لازم تعرفوا يا أحبائي تعملوا. أنا حتكلم الناس ديما في الأمازيغ، يعني يعني حد يقول لك قبل كان تامازيست، وحنرجع نحن تامازيست، سنتحرر مثل إسبانيا بعد 800 عام، سنتحرر بكل تأكيد الأندلس، ويرجع العرب الغزاة الحفاة والإسلام إلى وكرهم يثرب وقريش بالقلم بالفيس، الإسلام جاء بالسيف وسيزول بالفيس. يعني هذه باليوتيوب، لا تنسى اليوتيوب، اسمعني اليوتيوب كمان اليوتيوب ناري على الموسيقى يا أخي تانشي. الإسلام جاء بالسيف وزيزل بالفيس على الموسيقى، وكذلك لولا الجهل وحتى الردة لازال الإسلام وسيزول وسيموت مثل مات يقتل مثل مات محمد وقتل بالسم من يد عائشة، وليست اليهودية كما يقول. بكل تأكيد أخي ساني، أنا بشكرك كثير بصراحة، عندي اتصالات كمان أخرى، بشكرك كثير أخي ساني على الاتصال الرائع. سؤال تفضل تفضل. اولا ثم 3 احاديث عن الرسول كان ينجم يذكرنا مره جايه، انا ما عنديش وقت باش نذكرهم. 3 منها عائشه سبت الامازيغيه يذكرونا مره فاتت الجايه، يعني اذا كان امكن. وهل السؤال بتاعي هل عنده امل بان يفيقوا التوانسه بانهم والشمال افريقيا بانهم 95% هم يعني امازيغ ولا لا؟ عندنا امل يعني ثم صحوه الامازيغيه. وشكرا لكم. شكرا سامي، شكرا. طبعا سامي بكره راح يكون معنا، وبعد بكره راح يكون معنا في حلقات متتاليه. شكرا كثير سامي، شكرا حبيبي، شكرا. اخي كريم في عنده سؤالين الاخ سامي، سمعتهم انت؟ اي سمعتهم. طيب تفضل.
باي، بالنسبة للسؤال حول الأحاديث الذي قيل عن الأمازيغ، أنا سوف أتكلم في الحلقة القادمة اللي تكون يوم السبت القادم في نفس هذا الوقت أو منعرفش الوقت اللي أنت تحدده، باش نتكلم على الغزو الإسلامي أو الإسلام العروبي لشمال إفريقيا، وسوف أذكر الأحاديث هذه وأذكر كل التفاصيل في مسألة هذه، تكون حلقة خاصة خاطر أكبر غزو إجرامي إبادي فهمت معناتها قاموا به العرب والمسلمين هما شمال إفريقيا. إذن هذه الحلقة القادمة باش يكون هذا الموضوع. أما عندي أمل أو معناتها شيء طبيعي عندي أمل، كما قلت أنت الأخ سامي وأشكرك يعني على السرد اللي طرحته، وأنا سوف أعود إليه بالتفاصيل في هذه المسألة لكي يعرف العالم ماذا عانى الأمازيغ، أو شيء يبكي شيء يقطع القلب. نسبة الأديان كما قلت معناتها أنا رغم أني ما اهتمش كثير بالأديان، لكن هو مهم الأديان على خطر يثبت عن عملوا دراسة في الشرق الأوسط خاصة في منطقة سوريا والعراق، لقاوا أنه نسبة الأديان الأمازيغي في منطقة الشرق الأوسط أعلى نسبة من نسبة العرب في شمال إفريقيا. لماذا؟ لأنهم أخذوا الجواري، والجواري شيء طبيعي تزوجوا هناك وأنجبوا أولاد، إذن تقريبا نفس النسبة أو حتى نسبة أكثر. أما الأمل أكيد أمل، لأن أحنا ليس لنا خيار يا أخ سامي، يا إما نسترجع هويتنا يا إما سوف نندثر. ليس لنا خيار، ليس لنا خيار. إحنا الآن نحارب على إدخال الأمازيغية في فيسبوك وفي جوجل، أدخلناه في فيسبوك وجوجل، مازلنا في الترجمة يعني ترانسليتر، مازالوا ما قبلوناش المسألة هذيك، لأن اللي ما عندوش لغته في الترانسليتر متاع جوجل سوف يندثر. اللغات اللي موجودة هناك هي اللي تبقى. إذن هذه فرصتنا الأخيرة. لو الأندلس حروا أنفسهم قبل معناتها 500 سنة تقريبا، احنا هذه الفترة لازم أن نتحرك، ليس لنا خيار. ومن مصلحة أوروبا الذي تدعم في العروبة والإسلاميين أنها تدعمنا احنا، هما يتهمون بالعمالة الأوروبا، احنا ما عندنا حتى عمالة، وتعلم أوروبا أن أمنها من أمننا، أمنها من أمن. لو تريد الأمن هي أن تسترجع الهوية شمال إفريقيا، على الأقل تكفر على استعمارها لشمال إفريقيا. هذا ما نطلب وهذا سوف يتحقق يا أخ سامي، أنا وأنت وغير وغير، والإخوة في الشرق خاصة في الشرق لزمهم يركزوا على المسألة هذه. أحنا ما ناش عرب. إذن مش مسألة أمل، ليس لنا خيار، يا أما نتحرر وتسترجع هويتنا يا أما ننتهي. أما أعود للسؤال بتاع الأخ اللي يسأله حول، يمكن فهمت وأنا السؤال شوية، هو يحكي يمكن على هل استرجاع الهوية سوف يكون بالعنف أو يكون بالسلم. احنا ضد العنف، الأمازيغ ضد العنف، عبر التاريخ 1400 سنة احنا ضد العنف، احنا نحارب كما قال الأخ سامي بالقلم والفكر. ولكن لا يمنع ان في يوم من الايام سوف يكون العنف، ولكن احنا نتفادى العنف واحنا ضد العنف، لان العنف ليس لم يعد صالح اصلا. احنا عندنا فكر، احنا نحبوا حركة، الناس كما أخ سامي قالك يكشف وجهه، هذا نحبوه. علاش ما تكشفوش وجوهكم اللي كما معناتها الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا، فهمت؟ الجهر بهويتك لمن استطاع إليه سبيلا، أي بلاصة تمشي لها اكتب أنا أمازيغي، أنا أمازيغي، وري العلم متاعك هويتك هذه. احنا هوني في أوروبا ساعات نمشي في المتروات ونقول لهم احنا أمازيغ، احنا أمازيغ، نعطيهم العلم، يقولنا علاش انتم ماكمش عرب؟ لا مانيش عرب، مانيش عرب، تشوفتونا لابسين الغطرة، احنا مانيش عرب، الأوروبيين بيدهم ما يعرفوش. طيب انا شكرا اخي كريم، انا بعرف وقتك محدد، بقي عنا 10 دقائق
وعنا معنا ثلاث اتصالات في الانتظار بصراحة. الأخ عثمان من أوائل ضيوفنا وحبيبي عثمان، أنا أعشق هذا الرجل بصراحة. تفضل عثمان، تفضل. أزول أزول تفضل عثمان، نسمعك. نسمعك، تفضل. أزول في اللون. تحية ليك أخي صديقي جون، وعندنا فترة إحنا ما تكلمناش مع بعض. حبيبي حبيبي عثمان. وتحية لصديقك محمد كريم، يعني الحلقة ممتازة جدا، ومحمد كريم شخص مثقف وحاول، أعتقد أنه درس وبحث في وصوله واكتشف يعني الحقيقة المرة اللي تعرضنا لها إحنا الأمازيغ كنا، وأنا أمازيغي من ليبيا بعرف شنو هذه المعاناة. طبعا احنا مش صديقي جون وكل المستمعين، احنا مش عنصريين، احنا مش ضد اي حد. يعني انا شخصيا عندي اصدقاء عرب وافتخر بصداقتهم ومن نعم الناس، وعندي من اصدقاء من جنسيات ثانيه وبنرحب باي شخص. يعني ما عندناش مشكله مع العرق او الاصل او الجنس، احنا مشكلتنا بس ان اعطيني حقي، يعني لا تاخذ حقي وتهمشني. يعني احنا كأمازيغ لما نطالب بحقوقنا، يعني احنا ما بنقول ان احنا احسن من العرب او احسن من الغير، بس احنا نحب ناخذ حقنا. بس يعني لو انت بتحب مثلا في المشكله في شمال افريقيا، ليش اللغه الامازيغيه مش لغه رسميه موجوده في الدستور ومعترف بها وعندنا حقوق مثل اللغه العربيه؟ ليش تعتبر لغه وطنيه مثلا؟ ليش يعطوها حق اقل من حقها؟ وفي طبعا احنا من طول صغرنا، يعني من فتره الدراسه كانوا بيعلمونا ان كل العلماء وكل الفطاحله الموجودين في العالم يا اما اصولهم عربيه او مسلمين ومن اصول عربيه. بس مع الاسف يعني انا شخصيا درست عباس بن فرناس، درسونا انه عربي هو امازيغي. ابن رشد درسونا انه عربي هو امازيغي. ابن بطوطه هو امازيغي. يعني كل الناس اللي حاولت تطور العلم وحاولت تبحث لازم يتم يعني كيف نقول لك، يحاولوا ان يطمسوهم ويخلوا لهم هويه عربيه. يعني ليش ما تعطي لكل ذي حق حقه؟ احنا يعني هذا اللي بنطالب به، يعني اعطي لكل حق كل ذي حق حقه. بس بكل بساطه يعني شنو المشكله في الموضوع هذا؟ شنو المشكله لما الامازيغي يقول لك انا نبي حقي؟ مش العربي عنده حق؟ اعطي حتى الامازيغي حق، اعطي للاسرائيلي حق، اعطي للمسيحي حق، لليهودي، للملحد، اعطي كل انسان حقه في الكون هذا. ليش انت تعتقد انك انت افضل مني؟ هذه المشكله احنا نعاني منها. بكل تاكيد عثمان، بكل تاكيد. حبيبي عثمان انا بشكرك كثير، وانا بصراحه حابب التقيك قريبا، يعني حتى برايفت بدون حلقات، يعني انا مشتاق لك كثير بصراحه. شكرا لك، شرف حبيبي عثمان. حبيبي عثمان انا احتمال بكره اتصل فيك اذا في عندك وقت فراغ، يعني طبعا حبيبي عثمان، شكرا كثير حبيبي. اذا شكرا. طبعا في معنا اتصال من الاخت رانيا، خلينا نتصل فيها. حبيت نقول اهلا وسهلا. لحظه، اهلا وسهلا عثمان، واهلا وسهلا بيك، واتشرف يعني بمعرفتك، ورغم اللي ما كانش عندنا الكلام مباشر، اما يمكن انت ان تفيد اكثر في مساله الامازيغيه، لان اخ عثمان يعرف اللغه الامازيغيه، انا مع الاسف لا اتكلم اللغه الامازيغيه. اذا شكرا على المداخله، وكان عندك معناتها معلومات اكثر تفيدنا في لقاء مع الاخ جان، ممتاز جدا. فهمت، تفضل يا جان. معنا اتصال من الاخت رانيا، تفضلي اخت رانيا. اهلا بكم، ونحب نرحب يعني كثيرا كثيرا جدا بضيفك العزيز الغالي اللي يهضر على حقوق الاقليات في شمال افريقيا، يعني الامازيغ بصفه خاصه. نحب يعني نعطي تحيه كبيره جدا هنا. سمعت الاخت رانيا اخي كريم؟ سمعت. احنا ماناش اقليات، احنا ماناش اقليات في شمال افريقيا، احنا اصحاب الارض. سمعت الاخ كريم؟
هو يقول أنه نحن لسنا أقليات في شمال أفريقيا، نحن أصحاب الأرض ولسنا أقليات. بالضبط، نعم. ولكن المشكلة الكبيرة أنه يعني مع الأسف شديد أنكم صرتوا أقليات، ويعني المحتلين اللي جاءوا من طبعا من البلاد العربية في الفتوحات الإسلامية، اللي يسميها الفتوحات الإسلامية، هي مجرد حبوب من أجل هم يعني يكبروا دولتهم. الدين الإسلامي جاب باش يعمل يعني سلطة سياسية وتحب توسع لجميع أنحاء العالم، هي مجرد إيديولوجية في الأخير. نحب نقول لكم أنا يعني كبرت في الجزائر وعشت طول حياتي في الجزائر، عندي مجرد يعني عامين عشت في أوروبا، ولما خلصت أنا وهي شفت يعني حتى تفرق في بلدي، لأنه بلدي كبير ومتوسع جدا في كل شيء، فيه 1200 يعني مجرد بحر، يعني الساحل الشمالي 1200 كيلومتر، يعني جغرافيا هي ثاني أكبر دولة في إفريقيا جغرافيا. صحيح ما عادش ولد أول دولة، ما عادش ثاني دولة بعد تقسيم السودان. اللغة اللي يعني أصولي تتكلمها اللي هي يعني هلا في الجزائر في منطقتين فقط يتكلموا الأمازيغية، ولما تروح تشوفهم مثلا ويعمل معهم حتى انترفيوز يعني يروح يشوفوهم، خاصة في تيزي وزو اللي ما اختلطوش جدا بالعرب، تلاقي انه الإسلام يعني منعدم تقريبا، يعني ما فيش مرام حاجة، ما فيش أي شيء، يعني تشوف بالضبط الناس اللي ما بتتكلمش اللغة العربية كيف انها بعيدة عن هاد الفكر، هاد الفكر التطرفي الديني يعني متخلف جدا. يعني انا كنت نتمنى جدا انه بكل تأكيد بكل تأكيد احترامي احترامي انا اسف كثير على المقاطعة لانه وقتنا بصراحة بقي 3 دقائق والاخ كريم بس بدنا منه كلمة اخيرة. شكرا كثير لك رانيا، شكرا لك، شكرا شكرا حبيبتي، شكرا، مع السلامة. مع السلامة اخي كريم، انا بعرف وقتك ضيق ولازم بثلاث دقائق يعني تفضل، الوقت معك طبعا، هو الوقت مفتوح ولكن للاسف الوقت اخذنا مع الاصدقاء، تفضل. اعود لرانيا انها قالت الجزائر هي الدولة الثانية في افريقيا في الكبر، لم تعد الدولة الثانية، أصبحت الدولة الأولى بعد انقسام السودان، يعني السودان كانت الأولى والجزائر كانت الثانية، الآن الجزائر هي أكبر دولة في إفريقيا، يعني هذه معلومة معناتها حبيت نأكد عليها خاطر ديما نبقاو على المعلومات القديمة. المهم شكرا على المداخلة متاعها. وشمال إفريقيا 1200 كيلومتر الجزائر و600 تونس وليبيا ومصر، عندنا كل والمغرب والبحر الأطلسي، فهمت، المحيط الأطلسي، عندنا من أجمل الأبحار معناتها الشواطئ على البحر الأبيض المتوسط ومن أطول الشواطئ، عندنا الثلج في الجبال، عندنا الصحراء، عندنا المناخ، عندنا كل شيء، يعني تصبح جنة فوق الأرض، ولكن مع الأسف التفكير الإسلامي العروبي هو اللي خلينا تبع وخلينا ما نعرفوش أصلنا وما نعرفوش شنو الهوية بتاعنا. المهم أخ جون شكرا أول شيء على هذه المقابلة، والحلقة القادمة سوف تكون الغزو العربي الإسلامي لشمال إفريقيا والمأساة، وننصحكم باش تحضروا معناتها كثير من ما نعرفش تسميوه انتم المشوار يعني باش تمسحوا دموعكم، لان مأساة كبيره جدا 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 جدا. واطلب من كل معناتها الاخوه الشرقيين انه ما عادش يعيطونا عرب اول حاجه، واطلب من جميع الشمال الافريقيين راكم كلكم امازيغ، كلكم احرار، كلكم اسياد، واعملوا كل ما في وسعكم في اي فرصه باي طريقه في السر وفي العلن باسمائكم او بغير اسمائكم، نحن امازيغ. وادعوكم لزياره معناتها الصفحات متاعنا على الفيسبوك وحركه تغيير شمال افريقيا، طبعا خصصوا لها حلقه لكي نبين الفكر الذي تدعو اليه حركه تغيير شمال افريقيا،
وذاك في الاخر بعد ما نكملوا الحلقات هذا نعملوا معناتها يمكن نعملوا مقابله حول يعني حلقه حول حركه تغيير شمال افريقيا. ادعموا صفحات نتاعنا وادعموا كل صفحات وقنوات التحرر سواء في شمال افريقيا او في الشرق الاوسط او في اي منطقه في العالم. وشكرا لكم وانا سعيد معناتها بالبقاء معكم وشكرا. ولك الكلمه الاخيره اخ حبيبي كريم. بصراحة يا ريت تبعت لي اللينكات وراح اضع اصدقائي تحت الفيديو، واتمنى مثل ما قال اخوي كريم دعم لحركة شمال افريقيا ولكل المتحررين لكل صوت حر. وبتمنى كمان لاصدقائي الملحدين حبايبي اللي في مودة خاصة أرجوكم انشروا الفيديو على قد ما بتقدروا، خلوا صوتنا يصل لكل الناس، خلوا الناس كلها تعرف مين نحن، مين الملحدين، مين الأمازيغ، مين الكراد، مين هالناس اللي للأسف الشديد يعني دهسوا تاريخ العروبة وتاريخ الإسلام وتاريخ الغزاة هذا. خلونا نتحرر، خلونا نقول بصوت واحد نحن هون، وهذا الزمن هذا زمن التحرر مثل ما قال أخوي كريم، هذا هو زمن التحرر، ما عندنا فرصة غيرها، هي ما هو اختيار أصلاً، ما هو اختيار، سوف نتحرر، لا يجب أن نتحرر. فخلونا نتعاون كلياتنا، نشتغل سوا كلياتنا، ونوصل صوتنا لكل الناس، وراح يصل يعني اليوم ولا بكرة راح يصل. طبعاً السبت القادم راح يكون معنا الأخ كريم كمان في الغزو العربي الإسلامي، مثل ما قال حضروا محارم، نحن بالسوري بنقول محارم الكلينكس، حضروها بشان نمسح دموعنا وتاريخ أسود للأسف الشديد، عفونا يا الإسلاميين والمسلمين يعني، وتاريخ محزن إلى أبعد الحدود. لذلك شوفوا كل أغانينا حزينة وموسيقانا حزينة. شكرا كثير لك أخي كريم، وشكرا لكل أصدقائنا المتابعين. إلى اللقاء في حلقة قادمة. إلى اللقاء، شكراً.